موضوع خدمي يهتم بالطلاب، الطلاب المبتعثين في الخارج كما وعدناهم في أكثر من حلقة أننا سنتناول هذه المواضيع مع يوسف الشراعي رئيس اتحاد الطلاب أعتقد في ماليزيا، معي على الخط. يا يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله مساءك أستاذ جميل عز الدين، وشكرا لك لاهتمامك بمتابعة قضايا الطلاب المبتعثين. الله يسلمك يا أخي العزيز. أخي العزيز، كان هناك شكوى قبل فترة حول المستحقات أنها لن تصل، والآن نعم. وصلت المستحقات ولكن هناك اعتصام في السفارة، أريد أن أفهم لماذا هذا الاعتصام، وأرى هنا أمامي صور أرسلوها الشباب من عندكم فيها مناشدات لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، يعني مناشدة لفخامة الرئيس فقط أن يتدخل يعني لإيصال حقوقهم، أن يتدخل ليرفع عنهم كما قالوا الظلم أو وقف الحقوق. نحن نريد نعرف ما هي المناشدة هذا، وما الذي تريد إيصاله لفخامة الرئيس الذي هو دائما آذانه صاغية لكل مطالب الطلاب أبنائه الطلاب وأيضا للجرحى كما قلت سابقا ولأبنائه في الجيش الوطني ولكل أبناء الشعب. يعني قل ما تشاء واطرح ما تشاء ودعنا نسمع شكواك وشكوى زملائك حتى نتمكن من إيصالها. الصورة كالتالي أستاذ الكريم، ظللنا لأشهر ونحن ننتظر وصول المستحقات المالية، وبادرت الحكومة مشهورة مؤخرا بعد انتظار دام أكثر من نصف عام بإرسال المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج، لكن الذي حصل للأسف بأن المستحقات وصلت بناء على كشوفات أسقطت مئات الطلاب اليمنيين في الخارج المبتعثين. في ماليزيا أكثر من 140 طالب تم إسقاطهم من كشوفات وزارة التعليم العالي التي تم إرسالها. كنا نتوقع بأنه سيتم تلافي هذه المشكلة بالآلية التي أعلنت عنها الوزارة، بأنه يتم الرفع في التظلمات إلى الوزارة وسيتم البث فيها، ورغم أننا رفعنا بتظلمات الطلاب الذين تم إسقاطهم المستحقين، ورغم توجيهات رئيس الوزراء المتكررة بأنه لابد من حل هذه المشكلة، إلا أنه إلى اليوم للأسف لم يتم حل المشكلة. يعني تم إرسال الفلوس لطلاب غير مكتملة، يعني لم يتم إرسال المستحقات كما كانت في الربع الماضي. نحن مع توجه الوزارة، يعني سقوط أسماء. نعم سقوط أسماء، نعم سقوط أسماء، وجزء كبير من هؤلاء من هذه الأسماء أو جزء منهم ما زالوا موجودين في جامعاتهم، وما زالت لم تنتهي فترة استحقاقاتهم، وبعضهم لم تنتهي فترتهم القانونية، في بعضهم ما زالوا موجودين إلى اليوم ملتحقين في الجامعات. هناك بعض صحيح تخرجوا لم يعودوا موجودين، هؤلاء للوزارة الحق في تصحيح كشوفات الطلاب المبتعثين، لكن بآلية واضحة وعادلة وفي وقت مبكر. لا يمكن أن تجعل الطالب يجوع لمدة 7 أشهر ثم في لحظة معينة تريد أن تعمل آلية لتصحيح هذه الكشوفات وبطريقة غير عادلة. يعني الكشوفات التي تم إرسالها فيها طلاب غير مستحقين، المنزلين عندكم 205 فقط اعتمدوا 10 منهم صح؟ الكشوفات التي أرسلوها طبعا بالنسبة للمنزلين في ماليزيا هناك معالجات لعدد منهم بذلتها السفارة اليمنية مشكورة، لكنها تظل معالجات في إطار السفارة اليمنية داخل ماليزيا، والسعادة السفير الجمهورية الدكتور علي بحمل يبذل جهودا ويقدر هذا الوضع، وجلس رجل عند مستوى المسؤولية فعلا، هو رجل عند مستوى المسؤولية فعلا ولا يتردد. نعم، لكن ما زالت المشكلة في عموميتها لم تحتل من قبل الوزارة، لأنه هذا الأهم، أن الطالب الذي يستلم الآن لا بد أن يدرج اسمه في الكشوفات. هذه قضية المنزلين. القضية الثانية التي لم تحل إلى اللحظة هذه التي هي قضية طلاب وزارة الدفاع، وهذه قضية أرقت الجميع. يعني تقريبا ماليزيا واحدة من الدول، يعني بعض الدول الأخرى مثل السودان وغيرها استلموا داخلية في تركيا برضو طلاب وزارة الدفاع استلموا بناء على كشوفات الربع الأول، لكن في ماليزيا للأسف إلى اليوم ما زالت لم يبث في موضوع طلاب وزارة الدفاع، لا من قبل وزارة الدفاع وهيئة الأركان ولا من قبل وزارة التعليم العالي، والطلاب يترددون ذهابا وإيابا إلى السفارة ومعتصمين، وهم بالدرجة الرئيسية مع الطلاب المنزلين من رفعوا
صورة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، لأنه الأمل الأخير بعد الله عز وجل عنده، لأنه لابد أن ينصف هؤلاء أبنائه، وهؤلاء هم جبهة الشرعية في الدول الإبتعاث. طلاب ماليزيا قبل أسبوعين تقريبا أقاموا حفل بمناسبة ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وجهوا رسالة شكر إلى فخامة رئيس الجمهورية رغم المتاعب والمشاكل والظرف الاستثنائي الذي يعيشه، إلا أنهم يظلهم الرفق الحقيقي الذي لابد أن يقابل بعناية الابن ابنه. نعم. طيب يا صديقي العزيز، طبعا لما نزلوهم قالوا لكم المبررات ولا لا؟ انا اقول لك المبرر. طبعا المبرر ما الذي قالته الوزارة حينما نزلت هذه الاسماء؟ ما هو مبررها؟ المبرر الوزارة انها ان من تم انزالهم، طبعا المبرر الطبيعي انه من تم انزالهم لا يستحقوا، انه انتهت فترتهم القانونية وتخرجوا ولم يعودوا طلاب يدرسوا. طيب ومدى صحة ومدى صحة هذا المبرر؟ غير دقيق، هذا المبرر غير دقيق بدليلين. الأول، الدليل الأول أن الكشوفات التي تم إرسالها فيها طلاب غير مستحقين وتخرجوا وما زالت أسمائهم مدرجة. على أي أساس؟ لا أدري. قلت لك مشكلة تصحيح الكشوفات ليست فيها معيارية ولا آلية قانونية، وغير منطقي أنه شخص واحد وقع على كشوفات هذه لم تحصل في تاريخ وزارة التعليم العالي. معتاد بأنه هناك لجنة وهناك تسلسل هرمي، لابد أن يكون أكثر من 3 إلى 4 أشخاص هم من يراجعون، لأنه إسقاط اسم ولو بالغلط هذا يعني انتحار، يعني مجزرة بحق الطالب هذا، لأنه ليس لديه أحد في الخارج. هذا الدليل الأول الذي أعطيتك. الدليل الثاني بأنه من تم إسقاطهم هناك جزء منهم ما زالوا موجودين في بلاد الدراسة، والملحقيات الثقافية والاستفهارات رفعت استمارات التظلم إلى الوزارة، ولكن لم يبث يعني لم يبث نهائيا في موضوع الطلاب الذين تم إنزالهم. فنحن مع تصحيح الكشوفات بآلية منطقية ومن وقت مبكر، وهذه المشكلة على فكرة تكررت معنا في الربع الماضي، ونفس الآلية الربع الثالث عام 2016 تم إسقاط المئات بنفس الآلية من قبل الحكومة في صنعاء والإنقلابيين. يعني بأنه الأسلوبين يمارسين على الطالب، والنتيجة أن الطالب يدفع الضحية. هذا ما نريده. يجب أن تدرك وزارة التعليم العالي بأن هؤلاء الطلاب يجب أن يعتنى بهم، لأنهم يمثلون الجمهورية اليمنيه في بلدانهم. أكثر من 5000 طالب مبتعث في الخارج، هؤلاء يجب أن يتم العناية بهم كجبهة رافدة للحكومة اليوم، لأنه من يعول عليهم بناء الإمام كما تعرف الأستاذ جميل، صحيح، هم هؤلاء الطلاب المبتعثين. صحيح، هو أنتم فعلا وليس أولئك الذين يعني يهدمون الوطن من الداخل، خاصة وقد جانا حسن زيد قال شلوهم للجبهات، يعني ما عاد معانا لنتم أمل ترجعوا تبنون البلد هذا وتخلصونا من الأفكار المعفنة والأفكار الإمامية التي بدأت تغزو المجتمع اليمني. الرسالة باختصار، نحن نتمنى يا أستاذ جميل، نتمنى ألا تستجيب الوزارة وزارة التعليم العالي والجهات المسؤولة لدعوة حسن زيد بمفهوم المخالفة، بأن لا يتم إرسال المستحقات لهؤلاء الطلاب كي يرسلوا الجبهات. ما نريد أن يبقوا في جبهات العلم والمعرفة بالانتباه إلى مستحقاتهم في وقتها. على فكرة الآن عموماً أنا أقول لك حاجة، الثالث والرابع عموماً أقول لك حاجة، بتنا لا نخشى أولئك الذين يذهبون إلى الجهات للدفاع عن سيدهم عبد الملك أو سيدهم علي عبد الله صالح نهائيا، لأن المؤمن بقضيته والمؤمن بوطنه قد يعيش على الجمر، لكنه لا يفرط بقضية وطنه ولا يفرط بمبادئه ولا يفرط بأخلاقيته ولا بدينه ولا بعقيدته ولا بمذهبه. هذه قاعدة. لكن نحن الآن نتحدث عن ما يقوم به أولئك. أقول لك أنتم أمل الشعب هذا بأن تأتوا لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة التي زرعتها هذه الميليشيات الإمامية في أذهان مجتمع وفي أذهان جيل كامل ذهبت به إلى الجبهات، لأنكم تنورتم وصرفت عليكم الدولة وأخرجتكم للتعليم، وأنتم بذلتم الغالي والنفيس والرخيص وسهرتم الليالي من أجل تحصيل العلم للعودة لبناء مستقبل هذا الوطن، وليس للعودة لخدمة عبد الملك ولا علي عبد الله صالح ولا خدمة أجندات حزبية ولا مؤتمرية ولا صالحية ولا عفاشية، ما لهاش دخل هذه نهائيا. ولذلك أنا أقول لك أنتم الأمل، أنتم النور الذي سيشرق في سماء مظلمة، ستعودون لبناء مستقبل. لا تقول لي أنه لا تحولها حسن زيد أو حسن سليط، ما عدنا نخاف، لدينا رجال في الجبهات يحملون شهادة دكتوراه وهم في الجبهات هناك لأنهم أصحاب مبادئ ولهم من 6 شهور من 7 شهور من غير راتب، ما عندنا إشكالية في هذا. أخي العزيز، أنا أشتري منك الرسالة، توجهها للوالد فخامة الأخ الرئيس
عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، لأنه كما قلت أنت وكما نشده زملائك وكما وصلني وشاهدت الصور أنه المنقذ لكم وأنه مخاطبة الابن لأبيه، فالشاشة معك أو كما يقال التليفون معك، وجه الرسالة أخي الحبيب الله يبارك فيك. نحن باسم يا أستاذ الكريم باسم الطلاب المبتعثين في ماليزيا نوجه مناشدتنا إلى الوالد الكريم فخامة المشير عبد الرب منصور هادي بأنه هؤلاء أبنائك الذين يدرسون في بلد الابتعاث اليوم ليس لديهم بعد الله عز وجل إلا هذه المستحقات. صحيح. رواتب أسرهم مقطوعة في الداخل وهم الآن يرابطون في الجامعات وفي المقاعد الدراسية. هذه مناشدة لهم، وحتى أولئك الذين تخرجوا يفترض يا أستاذ جميل بأنه من تخرجوا وتخرجوا مثلا الربع، القانون يقول بأنه من تخرج لابد أن تبلغه الوزارة بربع قبل انتهاء فترة القانونية بربع، لأنه من تخرج الآن لا تصرف له تذاكر سفر، فيفترض أن يتم معالجة الجميع بواقع سد المفاسد ومن واقع أنه أن يتم صرف هذا الربع بالنسبة للخريجين من تخرجوا كآخر مستحق لهم ويكون بدل تذاكر سفر، لأنه للأسف إلى اليوم لم تحل مشكلة تذاكر السفر. هذه رسالتنا إلى الحكومة الشرعية وإلى فخامة رئيس الجمهورية عن طريق برنامج. شكرا يا يوسف، وإن شاء الله تصل هذه الرسالة إلى فخامة الرئيس أو من يسمعنا من مكتبه أو من يحيطون به يوصل هذه الرسالة لفخامة الرئيس وهي منا